الخميس الرابع من كانون الثاني، صباح الخير لكل من يتابعنا في فلسطين هذا الصباح. مثل العادة مستمرين معكم حتى العاشرة. أنا ونورة، يسعد صباحك نورة. صباحك أكيد فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا، مرحب فيكم بإطلالتنا المتجددة دائما بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، وفقراتنا أكيد يلي منحضرها خصيصا لكم، ونتحدث في صباحنا كالمعتاد لنكون بجولة في صحافتنا المحلية وأبرز ما عنونت لهذا الصباح، نتابعها أيضا بالصحافة الإسرائيلية. من ضمن جولتنا الصباحية أيضا حملة العهد اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي بالأمس، بدأت من مدرسة بنات البيرة لدعم ومناصرة عهد التميمي وأيضا جميع أطفال فلسطين المعتقلين لدى قوات الاحتلال. نتحدث عن أكثر من 400 طفل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. نعم، من ضمن برنامجنا أيضا ومع دخولنا في العام الجديد نتحدث عن حصاد لعام 2017 لما يتعلق بحملة المقاطعة البي دي اس على المستوى العالمي، ونشاهد تزايد نفوذ هذه الحملة وتأثيرها الإيجابي على العالم، بالأخص في يعني مع نهاية هذا العام هو عام 2017 وإعلان ترامب المشؤوم وتأثيره أكيد على العالم. من استوديوهاتنا في قطاع غزة نورة، زملائنا هناك رح يحدثونا في موضوع يخص صيادي غزة، ونسبة كبيرة منهم يعيشون تحت خط الفقر. تفاصيل أكثر عن حياة وطبيعة معيشة صيادي غزة نتابعها مع الزملاء هناك. نعم، نتابع أيضا ونتحدث عن لقاء مغربي فلسطيني خلال زيارة وفد فلسطيني إلى العاصمة، لعاصمة مغرب الرباط، ونتحدث عن إنجازات هذا اللقاء المغربي الفلسطيني، والذي من بينه كان هناك الاتفاق على إقامة معرض يتحدث هذا المعرض عن كل النتاجات الأدبية المتعلقة بالحركة الأسيرة. وأخيرا تحدثنا سابقا عن أوبريت شمس العروبة، وكنا قد استضفنا فنانين شاركوا فيه، اليوم نسلط الضوء عليه أكثر، نتحدث عن هذا العمل الفني الذي يحمل رسالة للأمة العربية، يتحدث عن قضايا عديدة وشارك فيه العديد من الدول العربية والفنانين. تفاصيل أكثر عنه وعن انطلاقه من أرض فلسطين خاصة خلال جولتنا الصباحية. أكيد، وهالبرنامج مشاهدينا وكل هالمحطات رح تبدأ من بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. من بيت المقدس، من زهرة المدائن، من درة التاج، من أرض الإسراء والمعراج، من عاصمة دولة فلسطين الأبدية. عندما نقول عاصمة دولة فلسطين الأبدية فإننا نعني تماما ما نقول له.
منجدد صح الصباح لكل مين انضم لنا في فلسطين هذا الصباح، ونبدأ جولتنا بقراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية. نستهلها بصحيفة الحياة الجديدة اللي خصصت عنوانها للقدس وكتبت: القدس ليست للبيع، رفض فلسطيني للخضوع للابتزاز بعد تهديدات ترامب بقطع المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الوطنية. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو رديني قال إن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة، ردا على تصريحات الإدارة الأمريكية التي أعلنت بأنها ستتخذ قرار بوقف تمويل برامج دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع الإسرائيليين. استشهاد الفتى مصعب التميمي في دير نظام والذي يبلغ من العمر 17 عاما، والاحتلال وزع اختراق بالهدم في بيت فجار، واعتقل 22 مواطنا بالضفة، ومستوطنون أقاموا طقوس زواج تلمودية في ساحة المسجد الأقصى. الصورة المرفقة مع الخبر هي لوالدة الشهيد مصعب التميمي وهي تودعه قبيل دفنه. السيد الرئيس استلم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى ونتائج التعداد العام للاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأكد دعمه لقطاع العدالة والجهاز القضائي واستقلاليته. وبناء على تعليمات أيضا من السيد الرئيس، الحكومة تقرر تسديد الفاتورة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، حيث وافقت على إعادة 50 ميجاوات من خطوط التيار المغذية للمحافظات الجنوبية. انفلات بالقوانين العنصرية، الكنيسة يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون الإعدام، والشباك يقول أن سن القانون سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم. والاتحاد الأوروبي من جانبه أدان التصويت ووصف الخطوة بأنها مهينة وتتعارض مع الكرامة الإنسانية. السفير المناوب لدى اليونسكو منير أنستاس طالب بإعادة النظر في مكان مقر الأمم المتحدة نتيجة الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال. أما النرويج فأكدت أن سياساتها التمويلية للمؤسسات الفلسطينية لم تتغير، نافية الأخبار التي تداولها مؤخرا وتم تداولها وتروج لها إعلام وسائل الإعلام الإسرائيلية. نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر أعلن أن اللجنة الإدارية تقدم قاعدة بيانات محدثة لموظفي غزة يوم الأحد المقبل. ستكون هذه القاعدة دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 من عام 2007. وأخيرا الهند تلغي صفقة شراء صواريخ سبايك الإسرائيلية الموجهة للدبابات. من على رأس الصفحة، حكومة الاحتلال تقرر بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أريئيل، تشتمل زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع مرافق الجامعة واستحداث حدائق عامة. أما بخصوص الحالة الجوية، منخفض جوي عميق تتأثر البلاد به اليوم مصاحب لكتلة هوائية باردة اعتبارا من ساعات الصباح، ويزداد تعمقه غدا الجمعة، لذلك تكون الأجواء غائمة عاصفة باردة إلى شديدة البرودة وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا. ندعو الجميع لاتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. نورة، نعم أكيد، بالأخص أنه راح تزداد ذروة هذا المنخفض يوم غدوة، يعني متوقع أيضا أن تكون الرياح سريعة، وهذا ظاهر أيضا من خلال الأخبار في صحفنا المحلية لهذا الصباح. انتقل لصحيفة الأيام والتي ركزت في عنوانها: الرئيس عن رفض دولتنا فلسطين لتهديدات ترامب بقطع المساعدات، وعناوين أيضا فرعية تتعلق بها قرأتها زميلتي من صحيفة الحياة الجديدة. استشهاد فتى من دير انضام برصاص الاحتلال، الفتى مصعب فراس التميمي 17 عاما من قرية دير انضام شمال غربي رام الله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات شهدتها القرية ظهر أمس، تخللتها إصابة مواطنين آخرين برصاص علاوة على اعتقال فتى يعاني من إعاقة. الصورة الواضحة والمرفقة مع هذا الخبر هي لأفراد عائلة الشهيد مصعب التميمي يبكون خلال تشييع جثمانه بالأمس،
طفلين أيضا من العائلة يظهر أنهما وبكائهما وحزنهما على الشهيد. الكنيسة يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يجيز إعدام الفلسطينيين الذين أدينوا بتنفيذ عمليات، والمصادقة على مشروع قانون إسرائيلي يسمح بشطب إقامات مقدسيين. كان هذا ما صدق عليه الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس على هذا المشروع الذي أو هذا مشروع القانون الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية شطب إقامة فلسطينيين في القدس الشرقية وسوريين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة في حال ثبت عليهم خيانة الأمانة لدولة إسرائيل. مقتل طفل بطلق ناري في شجار عائلي وقع بدير البلح، طبعا هذا كان خلال شجار عائلي نشب بين عائلتين بمحافظة وسط قطاع غزة. تقديرات إسرائيلية حزب الله يمتلك القدرة على ضرب منصات الغاز. وفي عمان غدا اجتماع لبحث تطورات ملف القدس، اجتماع وزاري عربية مصغر. إطلاق 4 قذائف من غزة باتجاه النقب الغربي والإفراج عن الأسيرة منال التميمي الناشطة في المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. إسرائيل تطلق خطة لطرد 40,000 مهاجر إفريقي وصفتهم بأنهم غير شرعيين. الحرس الثوري يعلن انتهاء الفتنة بعد أسبوع من التظاهرات الاحتجاجية في إيران. الأزهر الرئيس عباس يشارك في المؤتمر العالمي لنصرة القدس، والسلطة توافق على إعادة 50 ميجاوات إلى خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة. انتقل صحيفة الأيام وصفحتها أيضا الأخيرة منها الصورة الواضحة على أولى هذه الصفحة الأخيرة هي لفنان يرسم جدارية لعهد التميمي في مدينة رفح في غزة. وحملت أيضا الصورة إضافة إلى صورتها حملت المسجد الأقصى يظهر أيضا في الصورة وكتب فوقها القدس لنا، ويظهر فوق الجدارية العلم الفلسطيني وهو مرفرف. بهذا الموضوع أيضا زين عوض وتانيا سقال أغنيتان أردنيتان إلى الأسيرة عهد التميمي. لم تكتفي نجمة الغناء الأردنية زين عوض بأداء أغنية صرخة عهد التي تتحدث عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، بل قامت بنفسها بكتابة الكلمات وتلحينها، فيما أخذ الفنان خالد مصطفى على عاتقه مهمة التوزيع. كانت هذه الأغنية التي حملت عنوان أنت العهد من كلمات بشار حوامدي وعمار فريج وألحان محمد بشار. تظهر في الأغنية الأولى التي تصل بالفيديو لقطتين شهيرتين للطفلة التميمي في مواجهة جنود الاحتلال بفارق 5 سنوات بين عامين 2012 و2017. وكان هذا أبرز ما جاء في صحيفة الأيام لهذا الصباح. مرور سريع أيضا على عناوين القدس، وبعيدا عن التكرار بالطبع شهيد دير نظام الشاب مصعب التميمي موجود على أولى القدس، ومصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، وأيضا رفض الرئاسة والمنظمة ومنظمة التحرير رفضهم للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات عن السلطة والأونر، وكذلك حاضرة على أولى القدس. أما من جانبها وكالة الغوث تنفي إعلانها بأي تغييرات حول التمويل لفلسطين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما لاذعا على ستيف بانون مستشاره وأحد حلفائه السياسيين السابقين والمخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض، وصفه بالمجنون وقلل من دوره وقال أن بانون فقد عقله وليس وظيفته فحسب. جاء هذا بعد تصريحات لبانون يقول فيها أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو دونالد جونيور التقى بمحامية روسية خلال الحملة الانتخابية عام 2016، ووصف هذا اللقاء بأنه خيانة وغير وطني. نعود للأخبار المحلية والفلسطينية. وزيرة القضاء الإسرائيلية إيديت شاكيد تقول أن اقتراحات القوانين الحكومية ستشمل كيفية تطبيقها على مستوطنات الضفة. جاء هذا بعد قرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية. من الصفحة الثانية في صحيفة القدس، هيئة الأسرى ترصد شهادات حية لأسرى تعرضوا لظروف اعتقال صعبة، تعرضوا للضرب الشديد، للكمات على جميع أنحاء الجسد.
وعددهم يتجاوز 20. سنتحدث بالتأكيد في هذا خلال برنامجنا الصباحي. وزملوت يقول وهو رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن وقد عاد إلى الأراضي الفلسطينية، يقول تمكننا من تصدير خطاب سياسي مقنع للشعب الأمريكي قبل أن نغادر الولايات المتحدة. في رام الله بالأمس وقفة تقديرا للدول التي رفضت الإعلان الأمريكي حول القدس وكانت أمام مقر الجمعية العامة. من جانبه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون يقول بأنه بالوحدة الوطنية نواجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا. هذا أبرز ما جاء في الصحف المحلية الثلاث لهذا اليوم. نورة، نعم أكيد احنا نكتفي بهذه الجولة من الصحف المحلية ونتابع أيضا ماذا كتبت الصحف الإسرائيلية لهذا الصباح مع زميلنا المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس. من بعد الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. من جديد بنصبح عليكم مشاهدينا في جولتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح، ووقفتنا الآن مع الزميل فايز عباس ليطلعنا على آخر الأخبار التي تداولتها الصحف الإسرائيلية. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير نورة، صباح الخير للمشاهدين. اليوم قضية توتر على الحدود الجنوبية لإسرائيل خاصة مع غزة، والحديث يدور عن أن التوتر وصل إلى درجة يعني يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أكثر، خاصة وأن الجهاد الإسلامي كما تدعي إسرائيل هو من يقف الآن وراء أطلاق الصواريخ الأخيرة بعد قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأيضا قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الذي أقر بالأمس مش بالقراءة الأولى كما جاء في بعض الصحف الفلسطينية وإنما بالقراءة التمهيدية، يعني بعدين تصير قراءة الأولى شطب إقامة المقدسيين، وأيضا وزير الداخلية يستطيع شطب إقامة المقدسيين يعني إذا بيجي عباله، يعني إذا هذيك الليلة ما نمشي مليح ممكن ثاني إذا لم يظهر الانتماء لدولة إسرائيل. صحيح. نبدأ في صحيفة معريف، العنوان الرئيسي مع صور ظهرنا للجهاد الإسلامي، الاستعداد للتصعيد الجدي في الجنوب. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قناعة أن الجهاد الإسلامي يشارك في إطلاق الصواريخ على الجنوب منذ أعلن ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل. أمس استمر إطلاق الصواريخ المتقطع يعني، وهدف الجيش الآن الهدف هو الجهاد الإسلامي إذا استمر
إطلاق الصواريخ، والرد الإسرائيلي سيتغير. يعني هن بردوا انهم بقصفوا مواقع او بقصفوا مناطق مفتوحة اسرائيل، هن بدع اليوم ان الوضع سيتغير. وحماس تنشر صور جديدة لجلعاد شليت عندما كان اسيرا هناك. بالامس الكشف عن اعتقال خلية تعمل بإعاز من المخابرات الايرانية لتنفيذ عمليات والتجسس لصالح إيران، اعتقال ثلاثة، والذين من نظمهم هو محمد محارمي من الخليل، التقى قريب له في جنوب أفريقيا حسب لائحة الاتهام التي قدمت ضده، والتقى أيضا مع مندوبين عن الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهو قام بتجنيد آخرين. نتنياهو يقول بعد إقرار بالقراءة التمهيدية قانون الإعدام، من يذبح ويضحك سيتم إعدامه. هو بعني هنا على منفذ عملية حلميش. اقتراح قانون إعدام منفذي العمليات أقر في القراءة التمهيدية وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي والوزراء أيضا، وأقر بعد تدخل نتنياهو المكثف، وتم التصويت إلى جانب القانون 52 عضو كنيست وعارضه 48. الوزير شتاينتس تواجه أو كان له نقاش حاد مع فيكتور ليبرمان الذي بادر إلى اقتراح القانون، والذي ترك الجلسة بشكل غاضب وبشكل يعني انه نتنياهو لحقه برا وهداه. ايضا المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يعارض بشدة هذا القانون، ويقول ان هذا القانون لن يردع احد ولن يردع منفذي العمليات، وانما يسبب اضرارا سياسية لاسرائيل. يعني اللي نازل يعمل عملية ما هو عارف حاله 99% انه بده يموت. عضو الكنيست احمد الطيبي سأل نتنياهو خلال النقاش، هل سيتم اعدام ايضا من حرق عائلة او كعملية مثل عملية حرق عائلة الدوابشي في دوما؟ فكان رد نتنياهو مبدئيا نعم. الاتحاد الأوروبي ندد بشدة باقتراح القانون. المحلل الاستراتيجي يوسي ميلمان يكتب اليوم، وكانه يعني الموضوع هو موضوع أكثر سياسي أو شعبوي، يكتب اليوم، الأجهزة الأمنية أعدت في الماضي عدة تقارير حول هذا الموضوع، موضوع الإعدام، وأكدت فيه على أنه في حال تنفيذ الإعدام المنفذية العمليات لن يستسلموا كما يحدث في بعض الحالات، وإنما سيحاربون حتى النهاية. طبعا هذا يعني بالمناسبة، يعني في بعض اللي صوتوا إلى جانب القراءة التمهيدية بعد ما التزم نتنياهو أنه سيتم بحث الموضوع بشكل أكثر جدية في الكابينيت الوزاري. الفلسطينيون ضد ترامب، حقوقنا لا يمكن ابتزازها، وغضب في السلطة من تهديد ترامب بوقف المساعدات للأونروا إذا لم تعد القيادة إلى المفاوضات. ترامب، نحن ندفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ولا نحصل على التقدير والاحترام. وكشف أن إسرائيل كانت ستدفع ثمن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لها. ها من كذبات نتنياهو باعتقادي. يعني كرم الخبر كثير يعني مثير وفيه إنسانية. كرم الجالية، وهذا في معريف، يعني الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، شاب أمريكي قام بتخريب مسجد في أركنسو، ولم وحكمت عليه المحكمة بالسجن 6 شهور لخدمة الجمهور ودفع غرامة مالية قدرها $3,200،
ولم يتمكن من دفع الغرامة، وكان سيدخل إلى السجن لفترة 6 سنوات، لكن الجالية الإسلامية قامت بجمع المبلغ ودفعته عنه لكي لا يدخل السجن. وعندما سمع بذلك قال أنا لا أستحق مثل هذا الكرم. والكاريكاتير قم اليوم، غرفة إعدام، واحد الحبل، واحد بالبلطة يقطع روس دواعش، والكرسي الكهربائي مين اللي داخل عليهم؟ ليبرمان. واللي شوية صبر يا أصحابي، هذا راح ينفذ القانون، راح يمر هذا القانون، يعني جهزوا حالكم لتنفيذ الإعدامات. يعني همه أنه هذول الجماعة يشتغلوا اللي بعدنا. ننتقل لصحيفة ديوات أهرونوت، العنوان الرئيسي نشر أول: قضايا الخلاف على الأراضي في المناطق الفلسطينية سيتم تحويلها من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية في القدس. وزيرة القضاء تبادر إلى اقتراح هذا القانون، والذي يعتبر ثورة في وزارة القضاء التي ستلزم الفلسطينيين في قضايا الأراضي التوجه إلى المحكمة المركزية في القدس، والهدف كما تدعي هي تخفيف الضغط على المحكمة العليا، لكن هذا مش صحيح، هي لأنه المحكمة العليا فيها قرارات فيها دائما أنه هي لصالح أصحاب الأراضي الشرعيين، ولكن في المحاكم المركزية والصلح الوضع بيختلف كليا. لكن المعارضة تقول أن هذا قرار سياسي وخطوة نحو ضم الضفة الغربية، لأن المحكمة العليا تحكم حسب الأدلة وبموضوعية والمهنية وليس لأسباب سياسية. ممكن المحكمة المركزية تحكم لأسباب سياسية لأن القضاء بيختلفوا. الجيش، الشرطة والشباك والمستشار القانوني للحكومة عارضوا قانون الإعدام، لكن القانون أقر في القراءة التمهيدية. أحد المخابرات يعني رئيس جهاز المخابرات الشباك قال هذا سيؤدي إلى خطف اليهود وقتل اليهود في أنحاء العالم، في أنحاء العالم مش بس في إسرائيل. يعني إذا بيجي واحد فلسطيني فقول لي على كل واحد يعدم بنعدم 10 يهود أو بنخطف 10 يهود، يعني شو نتنياهو بكون عمل ساعتها؟ يعني القانون أقر ب 52 مع 49 ضد. قضية بيتان والفساد، يعني اليوم سيحقق معاه للمرة الخامسة، واللي كان رئيس الائتلاف الحكومي والناطق الرسمي باسم نتنياهو غير الرسمي. يعني توتر في الجنوب، صواريخ بدون رادع وسقوط 3 صواريخ في منطقة مفتوحة. الرئيس عباس يرفض العودة إلى المفاوضات. وترامب: لماذا ندفع للفلسطينيين إذا لم يحترمونا ويعودوا للمفاوضات؟ قائد الحرس الثوري الإيراني: لقد قمعنا التمرد. تجنيد 100 الشبان من المتطرفين اليهود، هذول اللي بسموه شباب الهضاب تلال، لمنع إخلاء وهدم 15 منزلا في مستوطنة نتيفا أفوت في جوش عتسيون. المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا بهدم هذه البيوت التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة. والكاريكاتير اليوم طبعا هو بيحكي عن ترامب و تهديده لكوريا الشمالية. زعيم كوريا الشمالية قال انه هو جاهز مع الزر انه على مكتبه. هسه رد عليه ترامب انه الزر اللي عنده اكبر. فهي المرة الاختيار اللي بالنص بتقول ترامب اهدى، مش مهم الكبر، مش اللي بيقرر كان صغير او كبير. هارتس: نتنياهو يصدر تعليماته بفحص خطة لطرد الآلاف من المهاجرين بالقوة. الأفارقة: سلطة الهجرة لا يمكن أن نستطيع طرد عدد كبير بالقوة.
حكم الإعدام مقرر بالقرار التمهيدية. الشباك يحذر من موجة خطف يهود. نتنياهو أيد القانون الذي مر بأغلبية ضئيلة. القانون هاي مهم جدا، لا يلزم النيابة العسكرية بطلب إنزال عقوبة الإعدام. في غزة جدارية يا الصورة لا عهد التميمي وإبراهيم أبو ثريا الذي قتل برصاص الاحتلال. الجهاد الإسلامي ينضم إلى إطلاق الصواريخ من غزة والطريق إلى جولة جديدة من الحرب قصيرة جدا. تهديد ترامب للفلسطينيين، حامي الشليب يكتب اليوم البلطجي عن ترامب الذي يشعر الآن بالثقة بالنفس، سماه بلطجي يعني بتشاطر على المساكين الفلسطينيين. اقتراح قانون لوزير الشرطة ووزيرة القضاء للسماح لحكومة إسرائيل باحتجاز جثامين منفذي العمليات بعد أن أقرت المحكمة العليا أنه لا، أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع احتجاز الجثامين بدون قانون. وزيرة القضاء أيضا شكيد يعني نبلش بقوانين رهيبة. اقتراحات القوانين الحكومية ستكون اليوم من اليوم سارية المفعول في الضفة الغربية، يعني عمليا هن بضموا فيها بشكل التفافي للضفة. والكاريكاتير اليوم هو أكثر محل يعني مش لا ترامب ولا الإعدام وإنما السبت. يعني هنا واحد متدين يعني بده يفجر محلات فاتحة السبت، وهذا شكله أري دري يعني هو بتشبس أري دري، فبصير معه حادث عمل يعني حادث عمل يعني بطريق الخطأ بتتفجر فيه وهو بطير. يعني أنه هاي قضية إغلاق الحواليت أيام السبت سيدفع ثمنها أري دري. تتعود عليهم بالضرب. نعم صحيح علي، خاصة على حزب الشاس الديني. شكرا. شكرا لك، يسعد صباحك مرة أخرى زميلنا فايز عباس، وإحنا منتابع أكيد مشوارنا الصباحي من بعد هالفاصل، خليكم معنا. بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد، من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد، يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان. إن القدس كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وهي درة التاج، وهي زهرة المدائن، وهي أرض الإسراء والمعراج التي لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك. Thank you.
تحية صباحية من جديد لكل من انضم إلينا في فلسطين هذا الصباح. وفي وقفتنا هذه بنتحدث عن حملة أطلقتها وزارة التربية والتعليم تحمل اسم العهد، وهي الحملة هي دعم ومناصرة للأسيرة عهد التميمي، كما هي دعم ومناصرة لجميع أطفال فلسطين القابعين في سجون الاحتلال. نتحدث عن أكثر من 400 طفل معتقلين لدى قوات الاحتلال. تفاصيل أكثر عن هذه الحملة وما تتخللها من فعاليات مع الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السيد صادق خطور. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك وحمى الله فلسطين وأطفال فلسطين. نعم أكيد، العهد هو العهد، الحرية لأطفال فلسطين، كان هذا عنوان الحملة يلي أطلقتوها لدعم ومناصرة الطفلة عهد التميمي من مدرستها، وشاهدنا بالصورة كيف أن كرسيها فارغ في مقعدها في المدرسة، كان فارغا فقط كان يحمل اسمها، يعني هي حاضرة وموجودة في الصف المدرسي، ويعني لتكمل مسيرتها التعليمية، لأن هذه المسيرة أكيد ستقودنا للحرية والاستقلال. حدثنا أكثر عن هذه الحملة. يعني بداية كما أسلفتم هي حملة لكل أطفال فلسطين المعتقلين في سجون الاحتلال، نتحدث عن عهد التميم وعن بقية الأطفال، عن ملاك الغليظ التي أفرج عنها قبل أيام فقط. في هذا المقام نستحضر مقال الشاعر: يحلم طفلي الصغير، يحلم مثلما فراش أن يهيم في التلال، لكن منذ أن حطت قوى العدوان على وطني بات طفلي يردد السؤال: متى ينزاح الكابوس عن صدورنا؟ متى يزول الاحتلال؟ بالأمس شاهدت مشاهد العالم في مدرسة بنات البير الجديدة كيف كان مقعد عهد فارغا. كانت الطالبات، بقية الطالبات تتقدمن للاختبار نهاية العام الدراسي أو نهاية الفصل الدراسي الأول، في حين كانت عهد تجيب عن السؤال الأصعب: كيف نتعاطى مع الاحتلال؟ هي اجتازت الامتحان الأصعب. عهد وبقية الزميلات، قلنا بالأمس أن وزارة التربية والتعليم تجدد عهدها مع الأجيال كما جددت عهدها مع الوطن، وبالتالي حملت هذه الحملة العهد هو العهد. ومن تابع تفاصيل هذه الحملة يدرك أننا إزاء برنامج متكامل لفضح يعني انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال، وأيضا إبراز معاناة أطفال فلسطين عبر 11 خطوة تم الإعلان عنها في إطار هذه الحملة. هذه الحملة نتحدث عن الفعاليات اللي بتتضمنها والتي ستبدأ بالإذاعات المدرسية كالعادة. نعم، يعني أنت تتحدثي عن ثلاث محاور، في عنا الشق القانوني وفي الشق الإعلامي والشق التثقيفي، والشق التثقيفي يبدأ بالإذاعة المدرسية وأيضا تنظيم مسابقات طلابية إبداعية تركز على الأداب وعلى الرسومات لإبراز معاناة الطلاب، وبالتالي نعرف الطلبة بما يعني يحيق بهم من انتهاكات، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لاتفاقية حقوق الطفل، لإعلان العالم لحقوق الإنسان. وبالتالي لا نريد لطالبنا فقط أن يقول أنه يعني أطفال فلسطين يعني هم مظلومون، لكن في أي جانب مظلومون، نريد أن هذا البعد. البعد الثاني هو البعد القانوني، وقلنا أن وزارة التربية ستتواصل مع هيئات قانونية يعني لتوفير مظلة للدفاع عن هؤلاء الأطفال، ستتواصل مع البعثات الأجنبية في فلسطين لحث على القيام بدورها، تتواصل مع المؤسسات الحقوقية للقيام بدورها. الجانب الثالث من يعني محاور الحملة هو جانب إعلامي، خاطبنا وسائل الإعلام، كل الشكر لكم على إبراز هذه القضية، وبالتالي استضافت اليوم يعني هي تنضوي في هذا الإطار. خاطبنا وسائل الإعلام بتخصيص برامج خاصة توثيق ما يتعرض له الأطفال، خاطبنا المصورين الصحفيين تحديدا وطلبناهم بتوثيق بالصورة ما يجب، وكلنا يدرك أنه الصورة لها دلالات، يعني الجميع تابع مع بداية الهب الأخيرة بخصوص القدس كيف وثق المصورون الصحفيون صورة الطفل فوزي الجنيدي، كيف وثقوا الاعتداء على الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة محمد الطويل، كيف وثق أيضا كما بالصورة توثيق حتى اعتقال لحظة اعتقال عهد التميمي، لحظة الإفراج والتنكيد على يعني إنجاز التعبير لما تم الإفراج عن ملاك الغليظ على الحاجز، حتى لحظة الاستقبال والإفراج كان هناك أيضا يعني إعاقة لتغطية الطواقم الصحفية. هذه المحاور الثلاثة تشكل محاور تنضوي في كل منها مجموعة أنشطة وفعاليات، ونحن ماضون في هذا المسعى كما ذكرت، لأنه نتحدث عن برنامج. زد على ذلك أنه سبق واستعرضنا من خلال فضائية فلسطين تقرير تصدر الوزارة سنويا عن الانتهاكات بحق أطفال فلسطين، هذا التقرير سيترجم لعدد من اللغات وسيتم أيضا توزيعه على كل الهيئات والمحافل، لأنه نتحدث عن انتهاكات لا تقتصر فقط على اعتقال 400 طالب، لكن إعاقة وصول معلمين
دخول طلبة في المدارس البدل القديمة المسيرة التعليمية بشكل, نعم. بشكل عام تحدثت عن جزئية من الحملة وهو يعني في غاية الأهمية وهو الوعي ونسبة الثقافة والوعي لدى أطفال المدارس. يعني أنتم كنتم في المدرسة امبارح, مدرسة بنات البيرة الجديدة, مدرسة الطفلة الأسير عهد التميمي, تحدث عن نسبة الوعي الثقافة المنتشرة بين التلاميذ بخطورة أن يعني هذه الطفلة وجودها بعمرها الصغير, خطورة تواجدها أيضا أمام جنود الاحتلال وعبر سنوات وهي كلها موثقة عبر وسائل الإعلام. يعني بدلا من أن تعيش الطفولة هي موجودة في سجون الاحتلال في التحقيقات التي تحدث معها, وما زالت هي طبعا التحقيقات هي مستمرة مع الأسيرة عهد التميمي. يعني هذا الجيل اللي هو يعني سيقود الراية للأمام, سيحمل راية الاستقلال, كيف نسبة الوعي المشاهدة لديه بهالأهمية, أهمية أن هاي الحركة الصغيرة أن هي راح تقود التحرير في المستقبل؟ يعني إحنا نركز على البناء المعرفة والتثقيف لأنه هذا الجانب, لأنه بالتأكيد إذا كان هناك اتجاهات نحو الوطن إيجابية هذا لا تأتي دون معرفة. هذا الجانب رعيناه في وزارة التربية والتعليم العالي من يتابع أنشطتنا هذا العام. بتنا نركز يعني عندما ندعو الطلاب مثلا للمشاركة في أي فعالية نحن نثقف الطلاب قبل الانخراط في هذه الفعالية حتى يعرف الطالب إلى أين ذاهب ولماذا هو ذاهب. والكل تابع كيف كنا حتى قبل إعلان ترامب بدأنا في حملة في المدارس في وعد بالفور الذكرى المئوية كان لنا حملة تثقيفية. نعم. بالتالي بات طالبنا الآن يعني على مستوى من الوعي مضون نحن في هذا المسعى لتجاوز, لأن الكل يدرك أنه كان في عنا حالة خلل أحيانا في المعارف وكنتوا تلمسوها في التقارير الإعلامية في الشارع عندما كان يسأل شخص ما ونتفاجأ أنه مستوى الثقافة أحيانا يعني دون المستوى المعمول. وبالتالي نحن في المدارس نطلع بدورنا نقوم بهذا الجهد وندرك أنه هذا الجانب جانب مهم. حتى يعني عندما نتحدث عن عهد ومن يلاحظ مداخلات عهد على الإعلام قبل اعتقالها وموقف فيدرك أنه إحنا أمام طالب محصن بات يعني يمتلك منظومة الحمد لله, وهذا طبعا لدى معظم طلبة فلسطين نفخر بها. للمفارقات بالأمس يعني في المدرسة ذاتها اللي كانت منها عهد كانت طالبة اللي هي عفاف الشريف الحاصلة على المركز الأول على الوطن العربي في تحدي القراءة. صحيح. وبالتالي ذات المدرسة ذاتها أنجبت من فازت في تحدي القراءة ومن فازت في تحدي الاحتلال. هذه مفارقة طبعا تحدث في فلسطين. نحن ماضون في هذا المسعى وندرك أنه الجانب المعرفي والجانب التحصيل هو جانب يرتبط بالجانب القيمة, ونريد طالبنا أن يكون يعني مبدع في تحصيل المعارف وأيضا في تبني القضايا الوطنية والمحاججة والدفاع عنها. أستاذ صادق, نتحدث في جانب آخر ولكن في ذات السياق, الأطفال اللي هم في الأسر حاليا ومسيرتهم التعليمية, ما يمكن أن يتعلموا داخل الأسر, الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال ومنعهم في معظم الأحيان من وصول الكتب, من وصول الأقلام والدفاتر والأوراق, وبالتالي كيف متابعتكم للأطفال الموجودين داخل الأسر من ناحية تعليمية, وأيضا حين خروجهم من الأسر والاعتقال كيف بيكملوا مسيرتهم التعليمية, وبتساعدهم المدارس والمعلمين ووزارة التربية التعليم على إكمال هاي المسيرة التعليمية؟ يعني إحنا في البداية دعيني أقول أنه ننظم مشاركة وانخراط الأسرى الأبطال في موضوع امتحان الثانوي العام الإنجاز في لجنة علمية في كل سجن, وكل التقدير للحركة الأسيرة. وبالتالي الأطفال حتى صغار السن يتولى تدريسهم داخل السجن بعض الكفاءات. نحن ندرك أنه داخل السجون يوجد معلمو مدارس, يوجد أساتذة جامعات, وبالتالي الأهل يتولوا إيصال الكتب. نحن نتعاطى أيضا موضوع المعايير أسس الغياب عن المدارس لا تطبق على الأسرة لأن نتحدث عن حالات خاصة, وبالتالي في الظروف العادية إذا الطالب مثلا تغيب لعدد معين من الأيام يعتبر راسب في صفه. صحيح. لكن هذا المعيار ينحى جانبا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. الطالب مجرد خروجه كما لاحظنا مع ملاك الغليظ من مدرسة بنات الجلزون الثانوية قبل أيام, فور خروجها التحقت بمدرستها وبالتالي الطالب يستأنف. نحن نتعاطى مع بعدين, أولا يعني نوفر الكتب للأهالي الذين يرسلها الأبناء في داخل السجن, بالتوازي مع ذلك يكون الحركة الأسيرة تتولى دورها من خلال اللجان العلمية, وفي حال كان هناك طلبة ثانوية عامة حتى الامتحان الإنجاز يخضعونهم لدروس على مدار العام يتقدموا للامتحان. بعد ذلك عندما يخرج الطالب بالتأكيد يكون لديه تعامل خاص, ولدينا المرشد التربوي الموجود في كل مدرسة يطلع بدور
خاص في تأهيل هذا الطالب، لأنه يعني انعكاسات الاعتقال لا تنحصر فقط على جانب التحصيل، في له انعكاسات نفسية، والطالب الذي ترك صفه لثلاث شهور أو لأربع شهور أو لسنة أحيانا. لكن لدينا نماذج في المقابل من سنوات سابقة، وهي طبعا مبعث اعتزاز، أنه بعض الطلاب الفلسطينيين اللي اعتقلوا خرجوا من الأسر، بعد ذلك أكمل الثانوية العامة، أبدعوا في الجامعات، حصلوا على الماجستير والدكتوراه. هذه النماذج أيضا يتم استحضارها لتشجيع هؤلاء الأطفال على أن هناك نموذج مشرق، يمكن لك أن تحاكي هذا النموذج. ونحن فخورون طبعا بكل هذه النماذج وما يجسده أسرانا الأطفال والكبار من تكامل ومن منظومة قيمية. صحيح، حملة العهد لدعم ومناصرة عهد التميمي وكل أطفال فلسطين تحدثت عن جزئية الحملة خارج، وصد هذه الحملة على خارج ليست محليا فقط بينما على مستوى العالم، وأهمية أنها هي أن تكون مترجمة وتتحدث عن واقع أطفال فلسطين إلى العالم، لتكون الصورة يعني واضحة أيضا للعيان، حتى أطفال فلسطين لم يسلموا أيضا من الإجراءات الاحتلال بحق معاناة يعني شعبنا بشكل عام، وأهمية ترجمة ترجمتها أكيد إلى العديد من اللغات. حدثنا أكثر عن هذه الجزئية. يعني هذه الجزئية يعني هي تشمل جانبين، الجانب الأول نحن لدينا مدارس منخرطة في توأمي مع مدارس دولية، وبالتالي سيكون مطلوب من هذه المدارس أنها تبرز. أيضا سيكون لدينا وفود تذهب خارج الوطن، وفود تأتينا إلى هنا نعرفهم بهذه المعاناة، زائد أنه لدينا الداعمون لقطاع التعليم من دول أجنبية وهيئات، وبالتالي نضعهم ونضع ممثلياتهم في صورة ما يعتري الطفل الفلسطيني. التقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الانتهاكات بحق التعليم هو تقرير روائي، يعني يقتصر على الجانب الوصفي. يعني من الآن فصاعدا سيأخذ هذا التقرير مدعما بصور، مدعما بمقاطع فيديو، وباللغتين، موثقا حتى نضع، لأنه أحيانا الصورة تكون أبلغ من أي كلام. على ذلك نحن ننظم أحيانا زيارات للهيئات الأجنبية للمدارس المهددة. آخر هذه الفعاليات كانت في مدرسة الإطار الخان الأحمر التي تعرضت أيضا للتهديد بالهدم 8 مرات، يعني في رقم يستحق أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهذا ما ذكرناه بالأمس. مدرسة جب الذيب أيضا. جب الذيب، كل هذه ننظم زيارات، يعني بالصليب الأحمر كان متواجد يوم هدم مدرسة جب الذيب في بيت لحم، وبالتالي وثق هذه التجربة. هذه الفعاليات التي نسعى إليها، وهي ستحضر بالأمس في الإعلان حملة العهد تحدثنا عن مدارس التحدي، وهي مدارس تقام في المناطق المهددة بالمصادرة. تحدثنا أيضا عن موسوعة جينيس التي يستحق أطفالنا أن يدخلوها كأكثر عدد، 400 طفل معتقل، هذا الرقم لا يوجد في أي دول العالم. أصغر معتقل في العالم. نعم، والأعمار كصغر، وبالتالي هذان البعدان حاضران. نحن نأمل أنه هذه الحملة كما ذكرت لك هي حملة لا تنطلق، نحن لم نطلق فتاش، لكن أطلقنا برنامج عمل. هذا البرنامج سيبدأ مع مطلع الفصل الدراسي الثاني بعد 20 يوم تقريبا، وسيلمس الجميع إن شاء الله أننا نسير في إطار عمل ممنهج على هذا الصعيد، على اعتبار أنه كل فعالية تم الإعلان عنها من فعاليات الحملة تم التخطيط له بعناية كافية. والأمل دائما موجود بحرية أطفالنا، بحرية جميع أسرانا. جزيل الشكر لك الأستاذ صادق الخضور، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي. كل الشكر لكم، ونتمنى يعني الإفراج لكل الأسرى وتحديدا للأسرى الأطفال، ويعني عبر فضائية فلسطين نوجه لهم التحية، ونؤكد أننا جميعا يعني نتكاتف، ونؤكد لهم أن يعني كل الفلسطيني يجمع على أهمية حماية الأطفال وحقهم في التعليم. نعم، شكرا. أكيد الحرية لأسرانا. شكرا لك مرة أخرى. ونحن مشاهدينا ما زال مشوارنا من فلسطين هذا الصباح مستمر برفقتكم، أكيد انتظرونا من بعد هالفاصل القصير ونعود. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا قدس، يا قدس، يا مدينة الصلاة.
صباح الخير من جديد لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح. وقفتنا الآن نورا نتحدث فيها عن حركة المقاطعة BDS وهي المعروفة محليا وعالميا. عام 2017 كيف مر حصاد هذا العام؟ الإنجازات، لربما المفاصل التي تعلمت منها حركة المقاطعة، كل تفاصيل عام 2017 نتحدث فيها مع الأستاذ جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا فيك في برنامجنا. ونتحدث عن حصاد عام 2017 لما يتعلق بحركة المقاطعة BDS. يعني عام 2017 لم يكن عاما سهلا، ولكنه كان زاخرا بالنجاحات. يعني وهناك خصوصية خاصة أيضا نتحدث فيها من بعد إعلان ترامب المشؤوم. بداية نتحدث عن العام بشكل عام. يعني حقيقة العام 2017 كان عام تحدي تحدي لنا على كل المستويات، على الأرض وفي الخارج أيضا، ولحملة المقاطعة. ولكن حقيقة حملة المقاطعة في هذا العام بالرغم من كل التحديات كان هناك إنجازات هائلة على أرض الواقع، تحديدا على المستوى الدولي في كافة مفاصل حركة المقاطعة، بمعنى الأشكال التي تقوم بها حركة المقاطعة على مستوى العالم. وإذا سمحت هناك ثلاثة صفحات من الإنجازات في هذا المجال حاولت جمعها واختصارها بشكل قدر الإمكان. وحقيقة هي المثير أو الذي يدعو على التفاؤل هذا العام أن الجانب الرسمي العالمي دخل على خط حركة المقاطعة، وهذا كان التحدي دائما أمام حركة المقاطعة، أن تخرج من الإطار الشعبي إلى الإطار الرسمي. وهذا نعتبر أنه خط مفصلي في موضوع المقاطعة، وانتقال نوعية في المقاطعة لتصل إلى مرحلة التأثير على مستوى الهيئات الدولية وعلى مستوى الدول. لنقل أن هناك حوالي أكثر من خمس عناوين أساسية بهذا الموضوع، منها مثلا وربما يكون أحد أهمها اللي هو إصدار أو على وشك إصدار اللائحة القائمة السوداء بالشركات من قبل الأمم المتحدة. تتحدث عن 150 شركة، معظمها شركات إسرائيلية وشركات عالمية متمرطة مع الاحتلال. هذا يعني بالضرورة عندما نتحدث عن هذه الشركات، يعني أن هذه دعوة لمقاطعة شاملة لنا كل شركات الاحتلال عمليا، الشركات الكبرى للاحتلال سواء اللي بسموها المانتي ناشنال عبرة القارات أو الشركات العاملة محليا في إسرائيل متورطة في الاستيطان بالضفة الغربية. كذلك الشركات كبرى على مستوى عالمي، إسرائيل كانت تحاول إعطاء الوجه الدولي وتشرعن الاستيطان عبر جلب هذه الاستثمارات من الشركات والأسماء المعروفة على مستوى العالم. هذا سيشكل انطلاقة جديدة ودعم جديد وآليات جديدة بيد لجان المقاطعة على مستوى العالم للبدء بهذه الحملة بشكل مكثف، والتي ستطال عندما نتحدث عن شركات أجنبية على مستوى دولي مثلا أو على إسرائيلية. هناك سيكون مطالبات على مستوى رسمي، لأن هذا صادر عن الأمم المتحدة، بمقاطعة ومقاضاة هذه الشركات والطلب منها إنهاء علاقاتها مع الاحتلال. القضية المهمة الأخرى وأعتقد أنها على غاية من الأهمية، ونحن نعتبر دائما جنوب أفريقيا هي محور ومقياس، لأن جنوب أفريقيا هي الداعم الأساسي والمنطلق لحركة المقاطعة. عندما يقر حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا بتخفيض المستوى الدبلوماسي ويطالب الحكومة بتخفيض المستوى الدبلوماسي، هذه طبعا سابقة لم تحدث إلا في أمريكا اللاتينية من قبل فنزويلا وبوليفيا سابقا. خلينا نتحدث عن جانب الجامعات وتعاطي الجامعات مجالس الطلبة في مختلف دول العالم مع حركة المقاطعة. نعم، يعني إذا سمحت فقط هذا الجانب لأنه مهم جدا، مثل البرلمان الإسباني. البرلمان الإسباني أقر بالإجماع حق المقاطعة، وأقر أيضا بحق ممارسة الناس الإسبان والعالم للمقاطعة ضد إسرائيل. الحكومة البريطانية، وهذه واحدة من التحديات التي كانت خلال العام الماضي والعام الذي سبقه، اللي وهي أن محاولة تجريم حركة المقاطعة، هذه في بريطانيا أسقطت بالمحكمة العليا أن هذا لا يمكن أن يستمر. طبعا الكنائس في حوالي تقريبا من جنوب أفريقيا، من أمريكا، المقاطعة الثقافية والأكاديمية اللي منها الجامعات، يعني هذه جانب مهم جدا أيضا، منها أيضا الفن والحفلات في تل أبيب اللي كانت طبعا منها مثلا واحدة من الفنانات العالمية النيوزيلندية المشهورة لوردي، هي ألغت تل أبيب من جولتها في العام 2018. نعم. مغنية الراب الأمريكية كمان هي ألغت.
هناك 9 عروض فنية اللي من انسحبت من مهرجان في لندن بسبب رعاية السفارة الإسرائيلية. جامعة تشوان التكنولوجية في جنوب أفريقيا أعلنت مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، هي 60,000 طالب هذه الجامعة. جامعتان تشيلي، في تشيلي جامعات تشيلي انضمت إلى حركة المقاطعة. المجالس الطلبة في جامعات حوالي 6 جامعات أمريكية أيضا تبنت هذا القرار وطالبت الجامعات بسحب الاستثمارات من منها. جامعات ميشيغان، تيفنس، كاليفورنيا، لونج بيتش، أيضا في أوروبا جامعة لوفين البلجيكية انسحبت من مشروع كبير اسمه اللوترين، وهو مشروع له علاقة بالقانون وتحديدا فيما يتعلق بآليات التعذيب، كان هناك مشروع مشترك. نعم. في المقاطعة الرياضية أيضا هناك أكثر من 11 لاعب محترف في دوري كرة القدم، 6 منهم رفضوا القدوم إلى إسرائيل مع أنها تكلفت بكل مصاريف هؤلاء اللاعبين. المقاطعة الاقتصادية أيضا حافلة، يعني حوالي 2 صفحة المقاطعة الاقتصادية، أهمها استمرار الضغط على الجي فور أس. الجي فور أس كما تعلمون واحدة من أكبر الشركات الحماية العالمية، هناك حتى دخلت الأمم المتحدة على هذا الخط، هناك أكثر من 5 هيئات في الأمم المتحدة قاطعت الجي فور أس. هذا العام أيضا الخليج العربي، يعني عقد مؤتمر المقاطعة في الكويت في العام الماضي في شهر 11 تحت عنوان محاربة التطبيع، في الوقت الذي نعلم كيف أن الخليج يهرول بشكل فاضح وواضح باتجاه التطبيع مع الكيان الاحتلال. طبعا في بريطانيا، في بريطانيا في نقابة الأطباء، نقابة الأطباء ومجموعة من الشركات الكبرى التي أعلنت مقاطعة الجي فور أس. شركة إيجد بالمناسبة كمان أيضا خسرت عقد بحوالي 190 مليون دولار